فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول إنني رجل محتاج ومتزوج ولدي أولاد، وهناك من يعرض علي مساعدات مالية وغيرها، لكني أرفض لما أجد في نفسي من الحرج، وأتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. سؤاله: هل فعلي هذا صحيح؟ إذا تعففت، من يستعفف يعفو، والله إذا كان هذا من باب التعفف ولا يلحقك ضرر أنت وعائلك، ما يلحقكم ضرر، إنما يكون فيه نقص بعض الشيء فلا بأس. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.